التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحي مع سفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار وتجهيز للزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والآثار الإيطالي لمصر خلال الفترة المقبلة. هذا ونوه وزير السياحة والآثار باعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، معربا عن التطلع لاستقبال وزير الثقافة والآثار الإيطالي بالقاهرة في أقرب فرصة.